أهلا بكم. رقعة المواجهات تتسع يوما بعد آخر، وحدهم المدنيون من يكتوون بتلك النيران. الحرب التي غادرت محيط المدن إلى الأرياف بعيدا عن عيون الإعلام والمهتمين بالشأن المدني، بينما يطرح المراقبون المدنيون تساؤلات، من بينها كيف يمكن حماية المدنيين في مناطق الصراع، خصوصا تلك التي لا يصل إليها الإعلام ولا تستطيع عدسة الكاميرا أن تنقل متاعب الضحايا هناك. حتى التكنولوجيا وقنوات التواصل الاجتماعي ذات البعد الشعبي نتيجة لتردي خدمات النت في بلادنا لا تستطيع أن توصل أكامل الأضرار التي يتعرض لها المدنيون هناك في دوائر المواجهات في الريف البعيد عن الإعلام، باستثناء تلك الأضواء التي تنبعث من خطوط النار حيث المواجهات. هذه التساؤلات والتناولات نناقشها في الجزء الثاني من حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. ما إن آل الصراع السياسي في اليمن إلى الحرب، حتى أثخنت المدن بأوجاعها لتمتد إلى القرى والأرياف التي لم تطالها خدمات الدولة ولا أسس المدنية، لكن الصراع امتد إليها ليأكل وجهها الأنقى ويلوثه بلون البارود والدماء. لم تخرج الحرب من تعز أكثر المدن اليمنية مأساوية، ولم تغادر ضربات المدافع والكاتيوشا، فخرج معظم سكان هذه المدينة إلى الأرياف والقرى هربا من الموت. لكن الحرب هي الأخرى لم تلبث أن انتقلت إلى الأرياف تلك لتلاحق المدنيين وتنكل بهم. لا شيء هنا سوى غبار المجنزرات العسكرية بعد أن غرقت الميليشيا في وحل الصراع في مساحة هذه المحافظة الممتدة من سواحل البحر الأحمر غربا إلى جبال القبيطة وكرش على حدود لحج جنوبا وشرقا. قذائف الميليشيا وقسوة الحياة اجتمعتا لتأتي على ما تبقى من مقاومة لدى هذه المسنة التي فقدت مأواها وضاقت بها سبل الحياة. تتسع رقعة الحرب والمواجهات، ومعها تتسع رقعة الانتهاكات التي تجرها معها الميليشيا أينما مضت في حربها ضد المدنيين. يدفع المدنيون في الأرياف الثمن باهظا بمعزل عن وسائل الإعلام، ولا يتم نقل وتغطية أوجاعهم ونقل الصورة التي يجب أن تحمل صوت الضحايا البعيدين. لا شيء يبقى هنا سوى جراح الحرب وأدواتها المعطوبة هذه لتبقى شاهدة على عنف الميليشيا بحق المدنيين. مشاهدينا الكرام، ومرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق الحميدي، نعود معك ولكن في الشق الإنساني من هذه الحلقة. يعني المعارك تمتد في الأرياف، طبعا هناك عدد كبير من نازحي المدن توجهوا إلى الريف ظنا منهم أنها الأكثر أمانا أو سلما. كيف تجد هذا الأمر؟ يعني نزوح مدنيين كثير إلى الأرياف ولكن الحرب تلحق بهم. هو أمر طبيعي لأن المدن أصبحت مناطق خطيرة ومناطق حرب طاحنة غالبا، لأنه السيطرة على المدن بالمفهوم السياسي والمفهوم العسكري ويؤدي إلى السيطرة كعواصم للمحافظات أو للأقاليم، يؤدي إلى السيطرة بالمفهوم العسكري والسياسي على بقية الإقليم. لكن خاصة نحن في اليمن، خاصة في مدينة تعز بالذات، الأمر تغير تماما للأسف الشديد. عندما طال الأمر بعدم حسم معركة تعز نهائيا، الحوثيين لجأوا إلى تفجير الصراع في كل القرى تعز لتحويل تعز إلى يعني منطقة اقتتال يعني كاملة داخل القرى داخل. والأمر هذا الأمر لم يتأتى للأسف الشديد إلا بعد أن سقطت القيم الاجتماعية. الحوثيين حاولوا من خلال خطاب مشحون للأسف الشديد قائم على الطائفية قائم على الكراهية، أصل إلى أن يحدث انقسام عميق داخل المجتمع، وبالتالي يعني تحصن أو تلملم معهم أنصار الزعيم المخلوع علي صالح، فتحولوا إلى فريق يقاتل فريقهم داخل القرى للأسف الشديد. اليوم تجد هذا الأمر موجود بكل وضوح، هذا يتحمله للأسف الشديد، أنا أقول بكل صراحة، خطاب شحن طائفي قذر، بالإضافة إلى محاولة الانتقام من هذا الشعب الذي وقف يوم من الأيام مع ثورة فبراير. طب ما تأثير ذلك أستاذ توفيق على السلم المدني برأيك؟ هو طبعا بلا شك سيحدث
تأثير كبير وشروخ وجراحات عميقة. اليوم احنا ربما لغة الخطاب نلاحظها بكل وضوح حتى من الطرف الآخر، الكل الآن يتحصن بما يمتلك من قيم، من جغرافيا، من معاني مقابل الطرف الآخر. اليوم السلم الذي جرح وجراحاته عميقة وإعادته إلى المستوى الأول يحتاج إلى مشروع ثقافي وسياسي كبير 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 بحجم الجراحات التي وجدت. اليوم كل شيء بإمكان أستاذة آسيا وجميع المشاهدين، كل شيء يمكن أن يلتئم، لكن قضية الدماء، قضية البيوت التي فجرت، قضية الأطفال الذين تحولوا إلى كومة من اللحم، أعتقد هذه المآسي لا يمكن أن تندمل أو تمحي من الذاكرة. نحن نحتاج إلى سنوات وعقود طويلة. أنا أتمنى أن المرحلة القادمة لا تكون مرحلة ثأر ويعني بشعة، لأنه هذا الأمر يبشر، يعني يقدم لنا مستقبل ربما الكل نتمنى الذي لا يحدث في اليمن. نعم. ولذلك أنا أدعو من اليوم من المثقفين من السياسيين إلى السعي لمبادرة من الآن. أعتقد أن الشيخ حسن أبكر فوق منزله المهدوم عندما قدم ذلك الخطاب للحوثيين كان خطاب راقي راقي راقي. نعم. جدا، عامل على إحياء معاني التعايش التي اغتالته الطائفية الحوثية. نحن محتاجون اليوم إلى بلورة هذا الخطاب ليحفظ ما تبقى من السلم الذي دمره الحوثيون في حقيقة الأمر في كل مكان. نعم، اسمح لنا أستاذ توفيق للاطلاع ربما على الأوضاع في ريف تعز. ينضم معنا الأستاذ عادل الجبري وهو مسؤول إغاثة في مديرية الوازعية. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور والعافية، كيف الحال؟ مرحبا بك أستاذ عادل. نود منك بداية أن تطلعنا على الوضع الإنساني في المنطقة التي أنت مسؤول عليها. أولا نشكر غرابكم الحرة على الاستضافة لنا لتوضيح ما يجري في هذه المنطقة المنصوبة في مديرية الوازية كونها مزيئة إعلاميا. يا أختي الكريمة، ليست مدينة تعز وحدها من تعاني جراء المجازر والحصار والانتهاكات التي ترتكبها مديرية الحوث صالح. ففي هذه المديرية وهي منطقة نائية وفقيرة بأصلها، ناهيك عما تعرض له هذه المديرية من حرب زادة ومدمرة وحصار خانق ومجازر جماعية في صفوف المدنيين والأطفال والنساء. فمنذ خروج الميليشيات من مركز المديرية بعد معارك دامية وعنيفة مع أبناء المديرية وقبائل الصبيحة، ويتعرض لقصف عشوائي بالكتشوشة ومدافع الهون بصورة يومية على منازل المواطنين بشكل عشوائي وهكتيري، والضحايا كلهم من الأطفال والنساء. هذه الحالة سببت عملية نزوح كبيرة وواسعة وكارثة إنسانية محققة. نعم. كون النازحين يعيشون في العراء والوديان والجبال. نعم. يفتقرون إلى أي متطلبات من متطلبات الحياة. طيب أستاذ عادل، يعني الوازعية الوازعية هي إحدى مديريات تعز التي تقع خارج المدينة والمغيبة أو كما سميتها المنفية إعلاميا، والواقع يعني تحت بطش الميليشيا وإهمال الدولة للأسف. كيف يمكن أن توصل رسالتكم أو كيف يصل صوتكم الذي يعني كما تحدثنا الآن هناك تضرر غير عادي من هذه الحرب؟ أولا نشير إلى أنه لا يوجد أي دولة للمنظمات الإنسانية والإغاثية في هذه المديرية، سوى ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من عبارة عن أربعة سلة غذائية أو مؤسسة وقف الواقفين عبر المركز المعدن الانتقالية. وأن المديرية الآن تتفاقم المعاناة فيها ووقوع كارثة إنسانية محققة، إما الموت بالقذائف أو الموت جوعا. نعم. وموجه نداء عاجل وسريع. نعم، يعني أنت تحدثت عن ربما مرة واحدة لقدمها إغاثة قدمها مركز الملك سلمان. أود أن أسألك عن دور يعني السلطة المحلية، هل لها أي دور؟ هل يعني هناك تواصل بأيضا الجهات المحلية العاملة أو منظمات الإغاثة العاملة معكم؟ لا، ولا أي دور للسلطة المحلية، فدورها غائب.
تماما، لا يوجد الا سوى ما نعمله من تنسيق مع المنظمات. وكما قلت انه لا يوجد اي دور المنظمات سواء المتدني سلمان او وقف الواقفين. اما بقيه المنظمات لم تظهر الى المديريه اطلاقا، نحاول بكل جهودنا، ولذلك عبر قناتكم الحره نوجه النداء عاجل وسريع الى جميع المنظمات الاغاثيه والانسانيه والحقوقيه المسارعه والنزول الى هذه المنطقه المنكوبه، وتقديم المساعده الاغاثيه العاجله من غذاء ودواء وايواء تفاديا لحدوث كارثه انسانيه، كون المنطقه محاصره تامه ولا يوجد اي طرق، وجميع الطرق مقطوعه من الحوثي مع طريق واحده فالوازية عدن، وهي عباره عن 200 كيلو. يموت الجريح في الطريق لا يستطيع ان يصل الى عدن. نعم. او انه الاهالي لا يستطيعون ادخال المواد الغذائيه للتكلفه الباهظه. نعم. ونحن بدورنا استاذ عادل يعني من قناه بلقيس ومن منبر المساء اليمني نضم صوتنا الى صوتك بان تلتفت المنظمات الاغاثيه، التحالف ايضا، الدوله لما يحدث في الارياف بعيدا عن نظر الاعلام. شكرا جزيلا لك استاذ عادل الجابري، مسؤول اغاثه في مديريه الوازعيه. عوده اليك استاذ توفيق، يعني سمعت ما تحدث به الاستاذ عادل، اليمن يعيش كارثه، مناطق الصراع تعيش كارثة أكبر، الأرياف البعيدة عن الإعلام وعن المنظمات وعن الصخب الذي يصحب أي عمل إغاثي لأي منظمة، ما تعليقك؟ وطبعا بلا شك ما ذكره الأستاذ عادل حفظه الله أعتقد أنه أيضا ينطبق على كثير من المديريات الموجودة، سواء تعز وإن كانت تعز بالذات بسبب الحصار أو بقية المحافظات. ما يزيد الأمر مأساوية للأسف الشديد اليوم أنه في جمود أو في شلل في الحياة المعيشية بشكل عام، حتى لا. الذي يحاول أن يبحث عن مصدر للرزق موقف يعني بشكل عام، حتى موظفي الدولة بدأت الكل يعلم أنه الحوافز والمكافآت وإلى غير ذلك بدأت أيضا تنضب وتذهب مجهود حربي، بمعنى اليوم الكل من المجتمع اليمني دخل تحت خط الفقر للأسف الشديد، وتفاقمت المعاناة الإنسانية بصورة كبيرة وكبيرة جدا. اليوم ربما خطاب الحرب وتغطية الجبهات هو السائد، الجانب الإنساني مغيب. لذلك أنا أدعو أضم صوتي إلى صوتك جميع أصوات الإخوة أنه لابد من خطاب إعلامي أيضا يبين حقيقة مآسي ما يحدث داخل اليمن. اليوم حياة اليمنيين كلها تغيرت أستاذتي، ستجد المحامي لو كتب قصته ستجد أيضا أنه يعيش حالة مأساوية، ستجد نعم. المهندس، الطبيب، التاجر، الكل. ولذلك هؤلاء الناس البسطاء أيضا الذي في القرى زادت مأساوية، الأسعار ارتفعت بصورة جنونية. يعني أنا لا أستطيع أن أصف، لكن أقول اليوم في واجب أخلاقي وواجب إنساني وواجب ديني، الكل هذا الواجب يجب أن نقف مع هذا الشعب اليمني، خاصة الأثرياء الموجودين خارج اليمن القادرين أن يبذلوا أن يعطوا الشعب اليمني اليوم محتاج بصورة كبيرة. وهذا الاحتياج للأسف الشديد هو الذي يستغله الحوثيون أيضا استغلال بشع لمحاولة تعزيز جبهاتهم بمقاتلين تحت الحاجة، في كثير نعم. تحت الحاجة يحاولوا يعززوا بهذا الأمر، فهناك استغلال أيضا بشع لهذه المأساة الإنسانية الموجودة داخل اليمن. نعم. طيب أستاذ توفيق، يعني بالتأكيد تعلم مدى تأثير الصورة، مقطع الفيديو البسيط ربما يغير يعني رأي منظمات، رأي العالم بمجرد أن يظهر للناس. كيف يمكن أن تستغل مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة للفت نظر المنظمات، للفت نظر دول التحالف، للفت نظر الخيرين من الناس لما يحدث في الأرياف التي تعد بعيدة تماما عن الضوء والإعلام؟ في جهد إعلامي كبير، لا نستطيع أن ننتقص من هذا الأمر، لكن في نفس الوقت في قصور، أنا أقول في قصور في هذا الجانب خاصة بالتواصل مع العالم الخارجي. أنا على سبيل المثال وقت حصلت على دعوة من أحد الإخوة في ألمانيا عبر أحد الصحفيين في صحيفة شبيغل، يريد قصص حقيقية لما يحدث داخل اليمن لينشرها داخل هذه الصحيفة، ومعروف صحيفة شبيغل من أكبر الصحف الألمانية وربما على المستوى الأوروبي.
بلغت كثير من الإخوة من الصحفيين، ما لم نجد التجاوب المطلوب. للأسف الشديد أحيانا نحن نفهم القصة، العمل الإعلامي، أنه الخبر الذي ينشر والمقال الذي يكتب. الأوروبيون يريدون أن يعرفوا بعضهم ماذا يدور في اليمن، ما الذي يدور بالضبط اليوم. اليمن أصبحت خاصة بعد القرار الأخير للميليشيات الحوثية إغلاق قنوات التواصل الاجتماعي بشكل عام، أصبحت داخل سور حديدي بالأسف الشديد. لا أحد يدري ماذا يدور، من قضايا التفجير، من قضايا القتل، من قضايا الجوع، من قضايا الطفولة. العالم يريد أن يعرف. نحن إما لدينا قصص إنسانية مروعة لا نستطيع إيصالها، نحن طالبنا أكثر من مرة لابد من إعادة رسم استراتيجية جديدة للتعامل مع الغرب، مع العالم الغربي. هم يريدوا أن يعرفوا الكثير عنا، ونحن للأسف الشديد لا نستطيع أن نوصل صوتنا. اليوم الطرف الآخر للأسف الشديد يوصل الصورة المقلوبة، الصورة المقلوبة بأنهم مقاومين ومظلومين من قوى التحالف، لكن نحن لم نستطع أن نوصل الكارثة الإنسانية الموجودة في اليمن. اليوم مجزرة جديدة في الصين، لو عندما نشاهد الصور يصاب الإنسان بالدوار أن هذه الجرائم اليوم تحدث داخل اليمن ولا نستطيع أن نوصلها للعالم. المفروض طيب. نتعاون مع الصحف الغربية كل يوم نعم. صورة من داخل اليمن. لكن أستاذ توفيق، يعني أيضا هناك ربما موجود منظمات، موجود مراصدين لما يحدث من أضرار وانتهاكات، ما دور هذه المنظمات وأيضا الراصدين في الأرياف بالذات لرصد ما يحدث بعيدا عن وسائل الإعلام؟ الراصدين في حقيقة لم يقوموا بالدور المطلوب. أنا أعتقد لا توجد قضية بحكم تواصلي معهم في الداخل، ما فيش قضية، في أي قضية لربما ترصد، لكن أحيانا آلية الإخراج نعم. هنا في إشكالية، كيف نخرجها؟ ربما نحن ما زلنا عند آلية واحدة، أن نعد تقرير ثم نصدر هذا التقرير ثم نعمل لهذا التقرير مؤتمر صحفي وانتهى الموضوع. لا، المفروض تكون آلية أخرى. يعني اليوم معبر الدحي إلى اليوم لم يغطى، معبر الدحي يعني كمعبر للموت داخل تعز، كقصص إنسانية مروعة تحدث على هذا المعبر لا نقدمه. قضايا تفجير البيوت وصلت إلى 420 بيت، وإلى اليوم العالم لا يدري ما معنى تفجير البيوت، كم أسر شردت، كم ناس قتلوا. إلى يعني نحن للأسف يجب في رصد، لكن يجب أن نبحث عن آلية إظهار تتناسب مع السرعة العصرية التي نلاحظها، ويجب أن يكون لدينا يعني توثيق حقيقي مع الصحف الغربية. أعتقد قدم رسالة لوزير الخارجية اليوم أن السفارات أيضا تقوم بدور، نعتقد أنه عصر جديد، عهد جديد مع الوزير المخلافي، نتمنى للسفارات أن تقوم بالدور المطلوب، تفتح القنوات. أنا أعتقد لدينا صحفيين يعني لديهم مهنية عالية واحترافية كبيرة قادرين أن يوصلوا الصورة، لكن يجب أن تفتح لهم القنوات الخارجية والصحف الخارجية. نعم، نتمنى أن تصل رسالتك أستاذ توفيق للمعنيين بالشأن اليمني في الداخل والخارج من أجل تعزيز ويعني متابعة ما يحدث في اليمن. نضم أيضا صوتنا إلى صوتك. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.